مساء الجمال أعزائي المشاهدين، النهاردة زي ما عودناكم بنقدم لكم كل يوم حد متميز في مجال التجميل. النهاردة معانا الأستاذة ريم الحديدي، منورنا ومشرفونا. معانا الأستاذة، عرفينا بحضرتك. إعلامية أميرة أسعد. أستاذة أميرة. معانا الشيف طبعا سحر، منورنا على طول. اشرحي لنا بقى النهاردة يا شيف هتعملي لنا إيه جديد عشان خاطر العيد إن شاء الله، ويا ريت بس السكينة عشان أنا بخاف من السكينة. لا ما تخافش. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين جميعا. هنعمل فشه وهنعمل لحمه راس وهنعمل كرشه حلويات المذبح. استاذه ريم معانا. حاجه خفيفه كده جوعتينا. حاجه خفيفه. استاذه ريم بقى، مساء عليكم. مساء النور، منورانا طبعا ومشرفانا. عايزين نعرف من حضرتك بقى اسم الشركه بتاعتك وايه المنتجات اللي بتعمليها وايه فوائدها عشان الناس اللي بيتفرجوا على برنامج سر جمالك يستفادوا بمدى قوه الحاجه دي. بص انا هقول لحضرتك بدايه ميرسي كتير انكم استضفتوني معاكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين. انا حابه كتير ان اتكلم عن منتجات شركتي، شركه روتين. هي بنعتمد 100% على الطبيعه، يعني نباتات طبيعيه، ورود طبيعيه، زيوت من الطبيعه، مستخلصات طبيعيه، حتى المواد اللي بنستخدمها في الصوب عندنا مثلا الجليسرين النقي، بنعتمد بشكل كامل على زيت جوز الهند النقي منزوع الرائحه طبعا، بنعتمد بشكل كامل على شمع العسل. تمام، عايزين بقى تشرح لنا دلوقتي الصابون السوب دلوقتي. انا شايف بسم الله ما شاء الله الاشكال تحفه. عايزين حضرتك بقى تمسكي لنا حاجه واحده كده وتشرحي لنا ايه دي، وهل دي فعلا يعني ايه محتوياتها، بتنفع لايه، هل تنفع للاطفال ولا ما تنفعش، اشرحي لنا بقى ايه فوائدها وايه قوتها. يعني مبدئيا كده هجاوبك على اخر سؤال. احنا عاملين رينج خاص بالاطفال، عاملين اكتر من نوع صابون بيناسب من اول سن سنه، وعاملين جوه الصابونه نفسها لايك جيفت عشان الطفل يبقى متحمس انه يستخدم الصابونه بتاعته. عندنا تقريبا 28 نوع مختلف. البيز هو صابون الجليسرين، بس في النهايه احنا بنستخدم عليه الماده الفعاله، بتغير من طريقه. اللي حببني في منتجات استاذه ريم ان هي ركزت على الحاجه المعنويه اكتر، يعني او النفسيه للطفل. الطفل لما تحببيه ان هو يجي يغسل وشه او شكل الصابونه نفسها هيحبب له كده. طب هو ده بس موضوع غسيل ولا ليها اي اعراض تانية؟ لا، بالنسبه لنا بقى السن عموما فوق 16 سنه بيقدر يستخدم اي نوع من انواع الصوب اللي احنا بنستخدمها اللي فيها المواد الفعاله. في حاجات مناسبه لجميع انواع البشره، في مثلا البشره شديده الحساسيه، في البشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشرة المختلطة، كل نوع بيناسبه رينج معين من الصوب. يعني هو يا جماعة مش 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 الغسيل الوش بس، لا ده معالج كمان، ومش أي معالج. اللي شدني لشغل أستاذة ريم إن هي زي ما قالت من شوية إن هي بتهتم بالحاجة البيور، الحاجة اللي من الطبيعة، الحاجة اللي ما تأذيش، لا ده تعالج وتعالج بقوة. اشرح لنا بقى باقي المنتجات. والله احنا عاملين باختصار شديد عاملين رينج كامل للعناية بالجسم كله. في خمس منتجات تقريبا للعناية بالشعر، في المنتج البيور بتاعنا الرئيسي اللي هو مجموعة الكولاجين، دي بتعمل تعويض للكولاجين اللي احنا بنفقده كرجال او ستات، يعني الرينج في نفس الوقت للرجاله اللي بيحبوا كمان يعتنوا ببشرتهم. عامله كمان رينج رجالي، عامله افتر شايف، عامله ديودرنت، عامله سوب ومستحضرات برضو للعنايه بالشعر للرجاله. استاذه ريم اتفضلي. فكره المشروع بتاعك جميل جدا، بس انا عايزاكي توضحي لنا اكتر ازاي فكرتي في مشروع زي كده في مجال الصابون، يعني ده مشروع هاند ميد. اكيد. بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا اسام بانكينج، يعني ماليش اي علاقه بالكارير بتاع التجميل غير ان انا اشتغلت قبل كده في براند معين، براند عالمي يعني، قعدت معاهم 5 سنين تقريبا، فكنت بلاقيهم انه فعلا في نتائج، يعني الاهتمام بالبشره والاهتمام بالشعر، الاهتمام بالنيلز، الاهتمام بالايدين، فعلا بيجيب نتيجه كويسه. بلس ان احنا صممنا ان احنا نخلي كل منتج مش مجرد شكل حلو ولا بس ريحه حلوه ولا بس تكتشر حلو، لا حاولنا ان احنا نخلي كل منتج فعلا ليه فعاليه بتبان من اول استخدام. طيب احنا اوريدي عندنا منتجات في السوق. اكيد.
ايه حد يعني ايه الاختلاف بين منتج حضرتك وبين المنتجات اللي موجوده في السوق المصريه حاليا؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا عموما مش ضليعه قوي في السوق المصري، عشان بس ما بقاش بقول كلام يعني مش حقيقي. انا ما بقاليش في مصر مثلا شهرين ونص تقريبا، بس احنا كنا بنستخدم كل المستحضرات دي في مكان ما بره مصر. طب ايه المنتجات اللي انت جبتيها؟ المنتجات بقى اللي انا جبتها معايا مختلفه عن المنتج المصري. السكراب الصلب تقريبا ما فيش حد بيعمل سكراب صلب في مصر، سواء للجسم او للشفايف. طيب هو ايه يعني عشان بس نوصل للشخص العادي ده ايه يعني؟ هو دلوقتي ده بيبقى مثلا خاص ماسك مثلا بيتحط للجسم او للوش او الكلام ده؟ تمام. هو عموما السكراب الصلب بيبقى داخل فيه برضو ماده الجليسرين، يعني حاجه زي كده. ده الماتيريال اللي حضرتك بتستخدميه للشفايف جليسرين بيور. طب مع المقشرات الطبيعيه. هو ليه حضرتك بتستخدمي الجليسرين في كل شغلك؟ لان الجليسرين الطبيعي فوائده بلس الماده الفعاله اللي انا بحطها بتعلي جدا من المنتج، لان الجليسرين مش زي الصابون الصلب. الصابون الصلب في تكوينه او في انه بيقعد فتره طويله. ايه اللوشن الصلب وايه السكراب الصلب؟ اللوشن الصلب زي اللوشن اللي بنستخدمه كلنا على جسمنا، بس احنا عاملينه بطريقه صلبه، ضايفين عليه غير الماده الفعاله وغير الريحه، ضايفين عليه كمان شمع العسل. شمع العسل هو اللي بيديكي الشكل الصلب زي اللي قدام حضرتك كده. يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، ان الاستاذه جابت الحاجات اللي هي الخاصه البيور، استفادت من خبرتها بره مصر ان هي ازاي تجيب لك الحاجه الواو، ان بس حاجات بيور، حاجات مكونات من بره بس عاليه جدا تقدر تفيدي بيها بشرتك. وشركه حضرتك مش بس البشره، ده البشره وللجسم والشعر والجسم، ومش حريمي بس، ده في حاجات حريمي ورجالي. طبعا حريمي رجالي واطفال كمان. طب تمام. دلوقتي يا جماعه عشان حضرتك عندك امكانيه ان انت توصلي الطلبات او الكلام ده كله؟ احنا حاليا شغالين اونلاين. بغض النظر ان حضرتك معروفه انك بتضربي شركات الشحن. ده الاساسي يعني. انا بحب دايما المنتج يوصل لايد المستهلك كانه طالع حالا من المعمل عندي، لاني انا بستحرم، لانه الصابون الجليسرين حساس جدا، المنتجات عندي حساسه جدا، الزبدات المخفوقه برضو از ا برودكت نيو برودكت في السوق المصري، فمش متعودين حتى على طبيعه المنتج ده، انه بمجرد ما يطلع في الشمس شويه هيسيح وهيبوظ. تمام. فلازم ابقى متاكده جدا ان التوصيل بيتم عن طريق عربيه مكيفه، عشان كده بزعل من شركات الشحن. طيب نداء لكل شركات الشحن يا جماعه، ارجوكم كل استاذه ريم تعمل والله جدا عشان طلع عنينا على الفيس يا جماعه، بتطلع برشاشات وبتاع. استاذه ريم خدت على الشغل الاوروبي، فاحنا هي جايه تنقل خبرتها القويه في مجال البشره والشعر، وفي نفس الوقت بتسهل لكم ان انتوا تاخدوا المنتج في اي مكان في مصر. طبعا موجود الارقام موجوده على الشاشه لو عايزه حضرتك المنتجات، ومش هتندمي بجد، لان المنتجات بيور ومنتجات قويه جدا. والحمد لله انا واحد من الناس شفت التعليقات على الفيس، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك، كل الناس اشادت بالمنتج، وشفت تعليقات حلوه جدا على المنتج وعلى قد ايه بيور، على انه قد ايه بيور وقد ايه فادهم فعلا. وفي حاجه كمان برضو في شغل حضرتك انا بحبها جدا، ان الكواليتي بتاعها عالي فبتدي نتيجه بسرعه جدا. انا هقول لحضرتك سر صغير كده عن الموضوع ده. احنا طول مثلا اصرف ان هسيب جمالك. لا ان شاء الله كل الناس يا رب تستفيد من المنتج، وربنا يستخدمني في اني اقدم لهم خدمه كويسه. السر الصغير ده ان مثلا عند حضرتك مثلا صابونه العرقسوس زي كده مثلا، او رنج العرقسوس بالكامل، هو صابونه وغسول وكريم كمان. الصابونه دي المفروض ان هي الماده الفعاله اللي بتتحط فيها من المستخلص بتكون مثلا from 1 to 10، انا بحط الماكسيمم يعني بحط 9.5. تمام. ما بحطش 1 or 2 or 3. انا بحب النتيجه تبقى من اول فتره. طبعا اتفضلي. هو حضرتك دلوقتي طبعا الكلام مع حضرتك ما بيخلصش والوقت خدنا. نستسمح حضرتك بفاصل، ومعانا ان شاء الله متميزه جديده معانا، انتظرونا فاصل ونواصل. بوظت شعرك من استخدام المكوه والصبغه ومن استخدام المنتجات الرخيصه؟ جربتي حاجات كتير وما وصلتيش النتيجة، والموضوع وصل ان بقى عندك حفر وفراغات في راسك؟ انتي ده كله في جلسة علاج واحدة، هنخلي شعرك حرير زي الفنانات. ومعانا شعرك هيطول من 5 ل 7 سنتي، ممكن نقدر نقولك على اقرب كوافير ليكي، ونقدر كمان نجيبلك الكوافير لحد بيتك.
كل اللي عليكي تتصلي على الرقم اللي موجود على الشاشة من أي محافظة انت فيها. اتصلي الآن. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الفقرة الجديدة مع سر جمالك. أهلا بيكي أستاذة ضحى. أهلا وسهلا. أهلا بيكي أميرة. أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، عن الميك اب ارتست وازاي نعمل لوك نهاري واسرار الميك اب. اتفضلي استاذة ضحى وضحي لنا. النهاردة احنا عملنا اللوك النهاري بتاعنا، حطلنا درجة اي شادو واحدة بس. يصح ان احنا لما بنبقى خارجين الصبح ما نحطش اي شادو كتير ولا نقفر ولا نحط فاونديشن نهائي، لان ما ينفعش ان احنا نحط الصبح فاونديشن. اهم حاجة الصن بلوك بتاعنا، ويكون لا كونسيلر لا كريم خفيف جدا، لان كده احنا بندور البشره. وحطينا رموش خفيفه جدا، شعرها طبيعي، وحملنا الحواجب حاجات بسيطه. تمام. استاذه دوحة، اللوك النهاري بيختلف جدا عن اللوك الليل. طبعا. بيبقى ايه وجه الاختلاف بين الاثنين؟ يعني ايه نوع الميك اب؟ هل في فاونديشن معين للصبح وفي فاونديشن معين بالليل؟ بالليل بيكون فول كفر، لكن الصبح بيكون الكفر بتاعه متوسط جدا، فوق المتوسط كمان. تمام. استاذه دوحة، عايزين نسالك، احنا في حاجه سمعنا عنها جديده دلوقتي اسمها ميك اب فانتازيا. ازاي بتعملي ميك اب فانتازيا؟ يعني ايه ميك اب فانتازيا اصلا؟ الميك اب الفانتازي ده بيكون عباره عن مثلا حروق او جروح او مثلا اللي هو رعب في الوش بمعنى اصح. ايوه، بنعمله بالميك اب. دي حاجه نازله جديده. وازاي بيبان طبيعي؟ بيبان طبيعي على حسب استخدام الفاونديشن، درجه الفاونديشن على بشرتها بالظبط، وان انا العب بالالوان اخليه ان ما حدش يقتنع ان ده وتفك. تمام. ازاي نقدر نعمل لوك سواري بس يكون غير مكلف؟ خليك عارفه دلوقتي يعني كله بينزل سواريهات كتير اصلا، حفلات. ازاي دلوقتي انا كبنت عايزه البس سواري بس اعمل ميك اب ما يكونش مكلف معايا؟ بتجيب ماتيريالز تستخدم شخصي، استخدام شخصي مش استخدام كانها ميك اب ارتست. بتدور على حاجات، مثلا تجيب باليتات اي شادو صغيره على قدها، ما تجيبش الحاجات الكبيره، تحاول ان هي ايه ما تافورش قوي، وفي نفس الوقت تعمل ميك اب لنفسها. تمام. ايه الوان الروج اللي انت ممكن تنصحي بيها البنات ان هم يستخدموها الصبح خصوصا في الجامعات؟ يعني احنا ساعات بنشوف كده تلاقي الصبح الوان زاهقه في الشمس، مضيئه جدا. ايه الالوان اللي احنا ممكن نقدر نستخدمها كبنات في جامعات؟ لا، هو الصبح بيقفروا جامد جدا. ايوه، عامه الصبح بيبقى محتاج الوان النود. انا خارجه الصبح ما ينفعش ان انا اقفر، لازم احط حاجات خفيفه، نود، بينك، كشمير، الدرجات دي. طيب، ما ينفعش برضو ارسم عيني بشكل كبير؟ لا، ما ينفعش. او الصبح مثلا عامه البشره بتلتهب جدا، وما ينفعش تتعرضي للشمس وانت حاطه ميك اب. الميك اب بيحرق البشره. ايوه، احنا عايزين نعالجها مش نضرها. ايوه. طب حضرتك ورينا على الموديل ميك اب النهار. اكمل؟ اتفضلي. حضرتك وحضرتك قاعده، اتفضلي حضرتك قاعده. انا قاعده. ايوه. احنا دلوقتي هنحط لها بس البلاش. ده ميك اب نهار. ده ميك اب. تمام. اسم ايه؟ بصي، ممكن حضرتك تقولي الادوات اللي انت بتستخدميها اسمها ايه عشان الناس اللي بتتفرج؟ انا دلوقتي بحط لها لون نود. تمام. درجه النود. بعدين هنحط الماسكارا. يصح ان الماسكارا تكون ووتر بروف. طيب، هي لو البنوته اللي معاكي سمره مثلا، ايه الالوان اللي ممكن تليق عليها؟ السمر بيحبوا جدا الوان البنيات والغوامق. بيليق حضرتك تشرحي وانت بتشتغلي. البنيات. طب بالنسبه لرسومات العين 2020 بقى ايه الجديد فيها؟ رسومات العين 2020 مفيش اي لاينر فيها. مفيش اي لاينر خالص. والرموش موضه 2020 ولا؟ الرموش موضه. الرموش ايه عامه، طالما انا حاطه رموش حلوه مش بحتاج الاي لاينر. وروج 2020 بقى ايه الالوان الجديده اللي طالعه فيها؟
الوان البنكات كلها والوردي، الالوان الصيفي اكتر. الالوان الصيفي. انت بعد ما تعملي لها لوك النهار هتحوليه للوك سهره. سهره سوري. طيب ايه اللوك اللي ممكن يليق على بنت لسه طالبه بس سوري؟ تبعد جدا عن الالوان الفاقعه لان هي لسه سنها صغير، فما ينفعش الالوان المضيئه. اه تمام. ما ينفعش ان هي تحط الوان اوفر لان سمبل. اه كتر الميك اب الوان السمبل بيغير في الملامح، بيكبر في ميك اب، بيكبر في ميك اب بيصغر. تمام. احنا كده خلاص خلصنا اللوك النهاري بتاعنا. النهاري جميل قوي. حضرتك برده بقى اعملي لنا بقى اللوك السوري. اه احنا هنغير بقى فيه ونحول اللوك النهاري للوك السوري. اه احنا عايزين نعرف ازاي ان احنا نعمل لوك سوري بس بشكل يكون بسيط، اي بنت ممكن تعمله في البيت، وبالذات لما تكون بنت في الجامعه سنها صغير فعايزه تعمل لوك سوري بس بشكل هادي وبرده مش مكلف، يعني مش عايزينه يبقى مكلف ليها وكده. فحضرتك افكارك ايه في اللوكس؟ يعني مثلا هي اللي تبدا بنفسها. اه مش تخلي حد يعمل لها. اه ازاي بقى؟ تختار الدرجات على حسب هي لابسه ايه. اه بس مش معنى كده ان هي مثلا لابسه اسود ان هي تحط اسود. ايوه الاسود بيبقى ليه درجاته، بيبقى ليه مثلا. أيوه. الجل وليه سنه برضه. اه ودي سنه بالظبط، كل حاجه بيبقى ليها حاجه. يعني هي ممكن تستخدم ايه؟ يعني ايه كونسيلر لو هي رايحه مناسبه، تستخدم مثلا ايه لو هي بشرتها مش معرضه قوي للميك اب، فما تحاولش ان هي تغرف من نفسها، فممكن تستخدم فونديشن مش كفر عادي. حاجه بسيطه. الاي شادو مش تحط كتير. الرموش ممكن تحط رموش تكون طبيعيه جدا. اللي يشوفها حلوه بس في نفس الوقت ما اتغيرتش. تمام. بالنسبه للعرايس بقى يا استاذه، ايه ممكن العروض اللي انت تقدمها لنا للعرايس 2020؟ لا انا عامله عروض حلوه جدا 2020. طيب احنا عايزين نعرف الناس العروض دي بالظبط. يعني منزله جدا في باكجات الزفاف وباكجات السواري، وعامله الرموش، بركب لهم رموش عاملها دايما، وعامله لهم اللي هي هير باي هير. اه وعامله جلسه تنظيف البشره وعاملها مجانا. طيب حضرتك حضرتك تورينا لوك السواري كده سريعا، ازاي ان احنا نحوله من نهاري لسواري، وبعد يعني ازاي مثلا احنا بنزود البلاشر وبنزود الروج والجليتر ولا بنزود اي شادو؟ ايه الحاجات اللي هتزوديها على بشرتها يعني عشان تخليه سواري؟ احنا دلوقتي حاطين درجه نود. ايوه تمام. احنا بقى نبدا ناخد النود الاغمق، الدرجات الاغمق. انا حاطه درجه خفيفه. تبتدي تغمقي انت، حاطه درجه انتقاليه. اه ابدا اخد بعد كده درجات اغمق. تمام. افضل اغمق اغمق. ممكن اغير الرموش. هتغيري في الفاونديشن او اي حاجه زي كده؟ لا لا الكونتور. الكونتور بنبدا نحط كونتور اقوى. تمام. البلاشر بيبقى لون اقوى. الروج طبعا اكيد بيتغير. اه طبعا. تمام. وفي الختام استنونا الفقره الجايه ان شاء الله، معانا حاجات جديده جدا وفقره جديده جدا. استنونا بعد الفاصل. نورتينا. مشاهدين رجعنا لكم تاني، فقره جميله جدا بتستناها كل بنت وكل عروسه وكل ام تستنى تشوف بنتها بالشكل واللوك الجميل ده. معانا النهارده الاستاذه منال خبيره التجميل وخبيره الميك اب ارتست. انا ازيك يا ازيك يا مدام مرهام؟ عندي ايه؟ معلش حضرتك استاذه منال مشغوله جدا في معلش بس اتاخرنا بس في الطريق. معلش. اهلا بكم. اهلا بحضراتكم. العروسه يوم فرحها بيبقى لها تجهيزات من بدري جدا. البشره وبالذات لما تكون عروسه محجبه. لما كنا عروسه محجبه لازم نجهزها برضو. أيوة. نجهز لها بشرتها ونعمل لها كام خطوه الاول، تنظيف البشره بعمق وطبعا ازاله الشعر من البشره وكده. بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد لها يجي ساعتين كده. لا قبل الفرح. قبل الفرح, قبل الفرح بتاخد لها يومين ولا حاجه، قبلها بيومين كل يوم تيجي ساعه حتى كده، عشان لو في اي حاجه في بشرتها ولا حاجه نعالجها. طب لو العروسه لو البنت بشرتها ملتهبه او فيها حب او فيها الكلام ده كله، ممكن تيجي عند تيجي يعني وقت قد ايه قبل الفرح؟ بتيجي قبلها يجي اسبوع، بعمل لها انا سكرابات وبعمل لها انا ايه جلسات وبظبط لها معاها، بتهدي بشرتها والحبوب بتروح. يعني اسبوع وقت كافي ان هي بشرتها تهدي.
باذن الله. تمام، كلمينا بقى عن موضة العروسه في 2020. موضة العروسه في 2020 رسمه العين. رسمه العين الاورنج وال والبيج. الالوان، الوان البيج، الوان الاي شيد. تمام. الرموش في حضرتك كلمينا عن الرموش. الرموش بنعمل الرموش حسب العين، بيبقى في عين بتبتدي من الاول قصيره، من اول الرمش قصير من الاول والنص مكثف، ومن الاخر بننزل بسحبه كده طويله. تمام. بس تمام. مش كل العيون على حسب شكل العين. على حسب شكل العين، لان في عين مدوره وفي عين جحده وفي عين مسحوبه وفي عين لوز، يعني في انواع كتير من العيون. يعني انواع على حسب كل عين لها لوك ولها ايه ولها شغل معين له. وكل عين برضو ليها رموش بشكل معين. كل عين معين. لها مش لها كل حاجه لوحدها. قبل ما حضرتك تخلصي يا فندم، اهلا استاذه منال، هنشوف شيف سحر عمل لنا ايه النهارده. عمل لنا اكل جميل قوي شيف سحر. عامله لكم ريحه تحفه واكل شكله جميل جدا. عامله لكم شويه حلويات بقى بالهنا والشفا، حلويات المذبح عشان العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. عملت دلوقتي، عملت الفشه انا سلقاها من قبل كده، وبنزل بحته ليا وحته سمنه وشويه ثوم والتوابل، بفضل اشوح فيها كده مثلا بتاع نص ساعه. انا كده كده مسويها من قبل كده، وخلاص هي بتتشوح فكلها بتاخد لون ذهبي، وبعد كده على التقديم على طول. ايوه. في عملت بعد كده، عملت طاجن، في طواجن في الفرن، عملت أيوة. طاجن لحمه راس، وعملت طاجن كرشه. ايوه. وانا شايفه كمان سلطه تحفه، سلطه خضراء وعيش بقى، هو هيتاكل جنبها سلطه خضراء وعيش وشويه مخلل بقى. بالهنا والشفا. الريحه بقى، الريحه بصي خلاص تحفه. والحاجه اللي في الفرن خلاص خمس دقايق وهطلعها، وحاجات شكلها جميل جدا. تسلم ايديكي شيف سحر. الف هنا، كل سنه. هنرجع تاني مدام منال. اهلا وسهلا يا حبيبتي مدام منال. انت بتختاري لفه الطرحه بتاعت العروسه على اي اساس؟ يعني على حسب وشها. طب لو عروسه وشها مدور بتعملي لها اللفه ازاي؟ لفه الاشاره. لو وشها مدور برجعه لها شويه لورا. أيوة. على اساس ان انا افتح لها الوش كويس، عشان ما يبقاش مكتل في بعضيه كده. عشان ما يبقاش وشها باين ان هو ظاهر مليان بزياده. ما يبقاش مليان بزياده بالظبط. ولازم نعمل لها الطرحه اللي تمشي معاها، والشغل اللي يمشي معاه. طب هل التيجان طالعه موضه في 2020؟ التيجان نازله تاني، ونازله اللي هي العاليه. ايوه، التيجان العاليه هي اللي نازله في 2020. التيجان العاليه. بما ان حضرتك متخصصه شعر كمان، فبسال حضرتك عن مبادره 2020، ازاي نحافظ على شعرنا وازاي نطلع بلوك شعر جميل والست تحس ان هي اكنها شبه فنانات، وشبه يعني ما بتحبهاش، يعني اكنها قاعده اكنها خارجه او رايحه. استاذه منال ادينا وشك كده عشان عايزين نشوفك بتشتغلي ازاي. بالظبط. بعد اذنك. بنعمل لها الشعر بيتجهز الاول، بيتنضف تنظيف بعمق، لان بيبقى اكتريه الناس اغلبيتهم بيفكروا ان الزيوت والكريمات لما تحطها كميه كتيره مفكره ان الشعر ايه يعني كده هينعم كده هيطرى كده. ما يعرفوش ان كده بيبوظوا شعرهم. كل حاجه بالظبط. بيسدوا مسام الفروه الشعريه خفيفه جدا، ضعيفه، عامله زي الطفل الضعيف. تمام. بتكتري فيها الحاجات دي كلها، بتقوم واخداها وواقعه، تيجي تقولي ده شعري بيقع، ده انا عملت كذا وشعري وقع. طب بتنصحي نعمل ايه؟ عاملينه يا دوبك يغسل شعر، تغسل شعرها بالشامبو، شامبو مره في الاسبوع. تمام. ومرتين تغسل بالبلسم، يعني مره تستخدم مره شامبو ومرتين في الاسبوع. شامبو مرتين في الاسبوع او مره على حسب شعرها. لو دهني تعمله مرتين اتنين، لان بيفرز الشعر الدهني يعني شامبو. بشامبو مرتين. انما لو هو عادي او جاف مره بس شامبو، مرتين تغسلهم بالبلسم. أوكي. او حمام كريم. تمام. عايزه تكلمينا عن مبادره كوافيره لحد بيتك. كوافيره لحد بيتك احنا بنلبي طلباتهم، واللي هم عايزينهم برضو احنا بنبقى معاهم، ومعانا هير ستايل بروتين كويس جدا بيطول الشعر من 5 ل 7 سنتي. وانا اشتغلت بيه يعني الحمد لله، الفضل يرجع للاستاذ احمد برضو ليكم وحضراتكم. عملت بو شغل، كانت واحده جايه لي، عامله جايه لي شعرها بايظ خالص، واحده عامله لها بفرد اللي هو العادي ده اللي هو بتاع دي تجربه شخصيه والحاجات ده. انا عاملاها، فاخدتها قلتها دي مين انا يعني، مش انا اقول لك لا فلوس قد كده، تعالي وانا هظبطهم. الحمد لله يعني جالي منها ومن اصدقائها ومن اصحابها اللي شعرها اتعدل وبقى كويس، التلف كله ظبطته لها من البروتين هيرستايل.
والحمد لله يعني ايه. انت كده بتعملي اعاده تاهيل الشعر من جديد يعني؟ بعمل له تاهيل كامل. ليه؟ لانه كله بيتلف وبيبوظ من اللي هم بيعملوه. وفي ناس يقول لك من كتر البيبي ليس والاستشوار طبعا وال وفيه كوافيرات ما عندهاش ضمير بيعملوا من الحاجه بكده بخس الصبغات والصبغات الرخيصه والحاجه الرخيصه تمام بيسترخصوا. في فعلا انواع من البروتين بتبقى سيئه جدا بتحطيها على شعرك تحسي ان انت شعرك باظ اكتر. انت مش انت اصلا فكره مش باظ ده هو بيمسك الشعر بيحشها بيجي من عندها وام قاطمها خالص تلاقي شعرها مقصفه مكسره. انا عامله جايه لي شعرها عباره عن راجل شعرها من زي راجل يا دوبك بعد شعرها كده اللي طالعه اللي يا دوبك ما فيش. عملت لها بقى بعد اذنك ربطه الحجاب العروسه مش حاجة. العرايس كده بتتفرج عليكي يا مدام منال. عايزين يشوفوا عايزين يشوفوا كمان عروض مدام منال. هتعمل ايه عرض للعرايس؟ العرض باذن الله انا هعمله اول خمس عرايس هعمل لهم 50%. تمام مدام منال هتعمل عرض 50% لاول خمس عرايس يتصلوا بيها. يلا بقى عايزين عرايس كتير. الارقام ظاهره على الشاشه مدام منال. بصي انت وضحي لنا كده بتعملي ايه بالظبط عشان الناس تشوف. ادينا وشك يا مدام منال كده عشان نتفرج. بعمل لها تحجيبه تركي. لفه تركي دي لفه تركي طالعه موضه من العرايس 2020 ومنها جميله حتى للبنات ووقار برضو اللي فيه ناس ما بيحبوش الشعر. دي البنت المحجبه العروسه المحجبه كل عروسه يوم فرحها بيبقى لها لوك خاص بيها وليها جمالها الخاص طبعا بيبقى طبعا لما يبقى معاها ميك اب ارتست وفنانه زي حضرتك برضو هتطلع عروسه جميله جدا اكيد. انت الاجمل يا قلبي خليك. هو حضرتك بتحطي التاج تحت فوق ربطه الحجاب؟ بعملها الاول بطانه. اوكي و بطانه دي بتبقى تول ولا بتبقى قطن ولا بتبقى قطن تول على حسب ان انت الموجوده. في ناس بتجيب برضه وبتحطي التاج فوق بعد كده بعد البطانه. بعد البطانه بحط لها التاج فوق. طب وطرحه الفستان بقى الطرحه الطويله؟ الطرحه الاخر خالص او اخر حاجه خالص الطرحه بظبطها لها. النهارده كنا مع مدام منال وريت لنا لوك العروسه ولوك العروسه ده اجمل لوك واي بنت في الدنيا بتستنى تشوف جمال يوم زي ده وجمالها في اليوم زي في يوم زي ده. هو اهم يوم في العمر بالنسبه للبنت اصلا. اهم يوم فعلا فعلا. اعزائي المشاهدين الفقره الجايه موضوع مهم جدا جدا جدا. اوعوا تروحوا في اي حته استنونا موضوع يهم كل عروسه وكل سيدة ما تروحوش في أي مكان. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان النهاردة لينا مفاجأة كبيرة جدا ناس كتيرة قوي طلبوها. الأستاذة حكمة منورانا ومشرفانا. اللي ما يعرفش استاذه حكمه يا فندم اللي هي حنانه من السودان. عايزين بقى تشرح لنا للناس طبيعه شغلك وطبيعه الحاجات اللي بتعمليها وايه رايك في التواجد في مصر والكلام ده كله. اولا انا بشكر الاستاذ احمد جوده والاستاذه ريهام والاستاذه ام شادي لتقديرهم وجودهم معايا ووقفتهم معايا. الحنه السوداني او الحنه الهندي معروفه طبعا. الحنة السوداني معروفة بالحنة السمراء والحنة الخضراء. ايوه حاول يعني عايزين نعرف او نفهم الناس ايه انواع الحنة وايه اللي بتفرق الحنة السوداني عن الحنة العادية. وعايزين كمان نعرض شغلك على الشاشة دلوقتي
بجد الاستاذه حكمت من احسن الناس اللي شغلها متميز قوي في موضوع الحنه واللي بتطلب كتير في اماكن كتيره قوي. فاشرحي لنا بقى ايه الفرق ما بين الحنه السوداني والحنه العاديه والكلام ده. الحنه السوداني اولا حنه من اشجار الحنه نفسها، حنه طبيعيه يعني لا توجد فيها كيماويات غير الحنه اللي موجوده. ايه الحنه اللي معروفه طبعا الصبغ والحاجات دي، الحنه بعيده من الصبغ خالص، تختلف ما بين الحنه والصبغ. وهو ده اللي برضو بنقدمه احنا دايما على طول يا جماعة، بنقدم الحاجة البيور اللي ما تأذيش الصبغ. يعني الحنة دي بتفرق عن الصبغة؟ يعني الصبغة دي ممكن تأذي الإيد مثلا؟ الصبغة بتسبب بعض الحساسية لبعض الأشخاص، في ناس توجد عندهم حساسية في الدم أو حساسية في الجلد نفسه. أما الحنة اللي أنا بحنن بقى والحنة معروفة الحنة السوداني بعيدة من الحساسية والحاجات ده. يعني هتعملي حنة بأشكال روعة وهتشوفوا الاشكال دلوقتي على الشاشه، الشكل حلوه جدا وبسهوله. طيب كل الناس يا جماعه استغربوا النهارده انا مش موجود في الحلقه ليه، انا دايما باجي في الخلاصه. خلاصه بقى استاذه سحر، الشيف سحر بتاعي، اشرحي لنا بقى عملنا حاجات كويسه كده عشان العيد، حلويات المذبح. يا جماعه النهارده الشيف سحر مولعه، مش عايز اقول لكم يعني ظبط لنا الشغل جامد جدا عشان خاطر العيد. ما انا شايفه الطبق قدامي جامد. كل سنه وانتم طيبين. عملنا حلويات المذبح، جبت فشه وسلقتها، انا بسلقها حته سليمه وبعد كده بقطعها شرايح صغيره وبنزل بفصين ثوم مع حته ليا اشوح فيه الفشه وخلاص، هي كده بقت جاهزه. بتبلها بقى التوابل اللي انت عاوزاها. قدامي جميل قوي، شكل منظره جميل يعني قبل ما طعمها ما شاء الله تحفه. بس انا شايف المنظر جميل قوي. كل الناس اشادت باكل كده شيف سحر، وبجد من الناس اللي تشكر فعلا على شغلها وقوتها. يعني المفاجأة بقى اللي احنا نقدمها ان شاء الله سر جمالك. انا دايما بقول لو عايزة تسوقي الشغل كويس، عايزة تظهري بمظهر مختلف. انتوا شفتوا النهاردة الناس المحترمة اللي معانا المتميزين اللي ظهروا النهاردة، كل واحد برا الشغل بطريقة كويسة. لو عايزة تعملي الشغل ده وكمان عندك في البيوتي سنتر بتاعك بشكل متميز، احنا عندنا عروض كتيرة جدا. طبعا الارقام موجودة على الشاشة، ارقام البرنامج بسهولة جدا، وعندنا عروض لا تقبل المنافسة. سواء انت حضرتك هتدفعي مبلغ مادي او هتاخدي بروتين خاص بالشركة عندنا. استاذة حكمت اضافة معلش استاذ احمد، اضافة بشرة سارة انا بشرة للعروسة المصرية بالذات، بدل ما نلبس فستان في الحنة وفي الدخلة او في الفرح، انا عاملة مفاجأة جميلة جدا، يكون في ساري هندي او ساري سوداني في الحنة، يكون المنظر جميل قوي. على فكره يعني من التقاليع الحلوه جدا شيف سحر، ماشي. اضافه على انه في صينيه اللي هي الصينيه تسمى صينيه الجرتيكا، ان شاء الله هنقدمه قريب باذن الله سبحانه وتعالى. في الصينيه تتقدم للعريس والعروسه حاجه تحفه جميله جدا. الصينيه على حد علمي ده نوع من انواع الفلكلور السوداني، اللي هو بيتقدم بشكل معين. أيوة. صينيه بشكل معين في الزينه تعتبر عباره عن زينه للعروس او العروسه، بتتقدم للاثنين يعني. لا الله يبارك لك. الصينيه بصراحه تحفه وجميله جدا، انا بصراحه هي مفاجاه للمصريين يعني، اتمنى انه ايه تنال اعجابهم يعني. عشان كده لو عايزه تظهري بلوك كويس، عايزه تعملي حاجات مختلفه، سواء زي ما قال استاذه حكمت الحنه، سواء في الكرول السوداني، سواء الساري، سواء كل اللي انت عايزاه ده كله. ومعنا صور الحنه دلوقتي يا جماعه هتظهر على الشاشه. اشرحي لنا بقى اللي على الشاشه ده ايه الحاجات دي عشان المشاهدين يعرفوا. ده الشكل ورده على الرجل. الاشكال دي الشكل ورده على الرجل. طبعا الحنه بالذات في حاجات جديده وفي حاجات متقدمه، بس الحنه ما لهاش جديد وقديم. في ناس اصلا بتحب مثلا الورد، في ناس بتحب الفراشات، في ناس شارز زي الواحد يقول لك انا عايز مثلا شكل شارز مثلا ديمبل، الحاجات بتاعت المصارعين وكده، فالحاجات دي كلها موجوده عندنا بصراحه. لا بجد يا استاذه حكمت احنا شغل حضرتك متميز جدا وحاجه كويسه، واحنا بجد اتشرفنا بوجودك معانا. وطبعا يا جماعه مش محتاجين نقول ان مصر والسودان تحت اي ظرف وتحت اي لا انا بوحد اهو مصر والسودان. احنا طول عمرنا يا جماعه شعب واحد ومن اطيب الشعوب اللي تلاقيها بجد هو شعب السودان، مش عشان استاذه حكمت. لا بجد انا بس هو سؤال، هو الولد او الشاب بيقولوا يا زول، طب الست؟ بص يا زوله. يا زول عادي. ما بص هي اساسا بص دي لغه تعتبر اللغه العاميه، زي عندك السوريين كل تراك يقولوا ايه زلمه.
زلمه. فالسودانيين بيمسكوها ايه؟ يا زول يا زول. ايوه عرفت. احنا عادي ما بين يا زول يا زلمه. كل واحد. لا بجد والله يا جماعه من قطر اتشرفنا بيكي ما شاء الله. من قطر الشيف وانا بشكر الشيف سحر ودايما كل سنه وانت طيبه. واخر حاجه كل سنه وانت طيبه ياسمين طبعا بنتي حبيبتي. طبعا لازم نقول لها كل سنه وانت طيبه. اكيد هي شايفاني دلوقتي بمناسبه عيد ميلادها. طبعا شيف سحر كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. لو قلت لنا كنا عاملين لك حاجه حلوه النهارده. ليش النهارده الشيف سحر شيف سحر مكلماني اجيب لك معايا. اولا بجد انا برضو قبل اختم الحلقه بجد انا اعتبر اني مثلت السودان مش انه مصر وبس. انا مثلت السودان ومصر بصراحه. تشرفتينا تشرفنا بيكي. وبصراحه انا متشرفه جدا بيكم برضو بمعرفتكم. واشكر الاستاذ احمد كتير. وانا بشكر الاستاذه منال وبشكر كل فريق طنطا بجد قمه في الاحترام وناس بجد انا بعتذر بمعرفتهم. وبوصل تحيه برضو لاهلي بالسودان وحماتي طبعا اللي دعماني الدعم ده كله وعمتي اختي جوزي. حموات في حموات يا جماعه بتدعي معاهم. بس انا كل الحموات بصراحه تربينا. انا عندي حماتي دي حاجه تانية خالص بصراحه. لا بس بسم الله ما شاء الله يعني استاذه. وبوصل تحيه لجوزي في السعوديه برضه هو معانا يعني دلوقتي. ان شاء الله ربنا يبعد عنه كل شر ويوصله لك بالسلامه ان شاء الله. يا رب. وبنبعت له الف تحيه ولكل الناس المغتربين اللي بره. ربنا يرجعكم بالسلامه ويبعد عنكم كل شر. وفي الختام خلص الكلام. سلام.